تعال يا بغداد، المجد مع السد لا ينتهي والإنجاز مع السد لا يتوقف، ومن بطولة إلى أخرى، ومن إنجاز إلى آخر، ومن لقب إلى آخر، ومن منصة إلى منصة. هكذا يكون الوداع، نعم هكذا يكون الوداع بالنسبة للاعب كبير مثل بغداد بنجاح بلقب كبير آخر ينضم إلى سلسلة ألقابه. وهكذا ينفرد حسن الهيدوس بعدد الألقاب والتتويجات في المباراة النهائية، ويواصل السد حضوره الكبير على مستوى هذه البطولة معززا أرقامه القياسية لبطولة كأس سمو الأمير بلقب آخر. ودامت دياركم عامرة بالأفراح، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.